النايت الثاني مصدعنا. هاك حسينه ما خليناش الناس. مني غنفيق انا على خاطري انا اللي غنهضر مع مرتو. واش غتمشي تهضري مع مرتو؟ صافي دابا يشاشي الطوموبيله فنون ما يبقاش يصدعنا كاع. واش في غاده في غاده؟ حيت انا ماشي بحال العيالات معزمه براجل، ما كراني متكيه حداك. صالح وهذاك سيدي مولاي ديال الدوزيام شكون هذا؟ راه ديال الدوزيام شكون هو؟ اللي ما مخلصش السنديك. وصافي ما كاين مشكل، خير في المساعده، كيخلصنا حنا كيخلصها هما. بنادم ما يتقلقش، هذا ما يتقلقش، يتفرقع في شي هضم تولي ميته غنتنفخ السنديك. صافي كل حاجه عندها الحلول ديالها. وشنو سيدي انت عاجبك تسبح وتمسي على دوك الدرج مسخين؟ اش كتسنى حتى السنديك يقطع علينا الضو؟ قطع لنا الضو نطلعوا الضو ديال التليفون. فين كاين المشكل؟ الانسان هو التواضع. التواضع كيخلى الشاعر الله يذكره بخير قال لك: ملء السنابل تنحني تواضعا والفارغات رؤوسهن شوامخ. الشفنج سير جيب الشفنج وجيبو من المحل اللي انا كيعجبني. والله لا شربتيه ولا دازت لك هاد الكاس. يلاه ما تقلقيش، راه كل حاجه عندها حلول، كل حاجه عندها حلول. بسم الله عليك. بصح الله دير با حسن شي نص كيلو وحده مطفيه بالزربه. لا لاش مطفيه؟ المرض دير عند الكوليسترول. لا ماشي ليا، هذا الراجل عندي. وهذا الراجل عندك ما باغيش يطلع بصحته. ويلي غير سكوت، وهذا الشيء راه مريض بالقلب والكوليسترول. خلع الله وصافي. الله يجيب لي شي. قولي لي فين هو الوليد ديالك؟ ما بقاش عندي الخزانه. لا لا عنده التمارين. ومال التمارين يجي يصيبهم في الخزانه؟ كيبركون هاشطين شاربين اتعيضه حكين معايا مفطرهم كاع. ربي يخليك، راه سي صالح خفتو لا يتلفوه الكتب على التمارين. شنو غادي يتلفوه على التمارين؟ لا حول الله. اش خصك اخي؟ اش بغيتي نعبر لك؟ هضر معايا، اش بغيتي نعبر لك؟ والو ما خصك والو. شم ريحه الزيت الجديده. خارجه الريحه. شميتيها؟ شميتها. سير الله يسهل. لا خمشي. الله المنجد مجاده. فين هو داك الطير؟ فين هو الازرق؟ المهم هذا هو. ايوا على سلامتكم. اش الطحبيله هذه؟ راه يخضر لنا صبا صالح. أنا ناس. وأنت؟ أنا ما فطرتش بكري. هاكت وتغدى مالك؟ غير ساعة با صافي. هي راه غير ساعة تباركوا معايا ساعة ماكم تباركوا كثر جايكم أنا 11 تبنيو زعما ملي كتخرجوا نتوما في راس الدرب اش كتمشيو ديروا كاع كتمشيو تصيبوا ولا نسولين يا كتعطيوها غير القن قن قن مع بعضياتكم. وصح حميد التنوع ما كافياش قليله. ايوا سيدي ملي تزيدوا كثر من ساعة غادي نزيدكم سير كل واحد ياخذ ولا يساوي تسكتيه بين ما دازت اللجنة. سير اوليدي سير اوليدي سير يلا عاونا عليكم عاونا على الخلا. الخلا جا شخصيا العام سيدي بصالح وانا راه ولد الدرب زعما كحب معايا الثاني. انا كذبت ودبر عليا زعما انت ما تنساش زعما شي نهار دير راسك ما كتشوفش. انا سو ايوا ما تكونش ضمه ودي اخر مره وخرج حدا الباب اللي بالوك اللجنه جايين ديال بس بس يلا سير. هادي راه هي ديال بس وحده صافي سير اسيدي سير. هي 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 صافي غتجي دير واحد على حساب واحد 20 واحد تقريبا نقول لهم تما بلا تسخري ما يزيدوش شي طبيلات في التراس. المهم شوف انا عندي واحد الاجتماع دابا نساليه ونعيط عليك يلاه سير الله يعاون. هذاك صالح ما رجعش التقرير اللي طلبنا منه باش يسيني على حساب الخزانه زعما ما لقيتو كيفاش دوزو ليه. صالح انا غادي معاه دقه دقه. سعادة الرئيس راك عارف المعارضة حاضيانة وهذا المسمر لابد ما يتطرق. قطعتو عليه الصيانة والميناج شرطوا الإخوان. آخر قرار خرج في الجريدة الشهر اللي فات. ماشي دابا الراجل من بعد أشحال هادي لا صيانة لا كليماتيزور ولكن مرتو كتجي كتعاونو واللي خسرات في الخزانة كيصاوبها هو. سمعت باللي ولا تيعمرها تيكاع للطلبة وراه تيطلق لهم حتى الموسيقى. وشرطوا الاخوان شنو هو اخر خبر خرج في الجريده الرسميه. الا جبناه لهنا وجبناه ليه ودنيه غادي يكتب التقرير هذاك راه تيخاف ما يحشم. لا لا ما بغيناش نضع وتجبدوا علينا الصحافه. لا الدوسي هذا خليه لمصطفى تكلف به لحقاش راه الاجل ديال المشروع قريب يسالي. قضيه صالح خليوها عليا انا اللي كنعرف ليه مزيان. ايوا هي الا بديتي بيه هو الاول كون هاني. غادي نساوي لك الدوسي ديال المعهد الموسيقي صافي صافي كون هاني. انا راه عندك واحد الموعد وغادي نمشي ونرجع. القانون راه واضح. وشرطوا الاخوان شنو هو اخر خبر خرج في الجريده شنو. عيب عليه حرام عليه عرفني بانه انا كنموت على كبوزان. الرومان واش خبركم ان الرومان دازت من المغرب وخلات التاريخ ديالها واثارها هنا في مدينه وليلي. روما وشنا هي وليلي؟ لا انا ما قلتش وليلي انا بريء براءة الذئب من دم يوسف بن يعقوب. انا ما قلتش انا قلت غير ويلي يا سعيد يا فرحي بوليداتي سيستان. راني جواتك. مرحبا وليدي مرحبا بعمل. واخا مرحبا بابا انت تبعهم لي يمشيو لك مرحبا ياك متى انت باغي تخرج. سبت بصالح هاد الخزانه بي سدوها. الله وليدي راه تنفرح ملي كنلقى الشباب بحال هكا فاهميننا. هادوك الناس وليدي ما بغاوش يفهمونا باغيين يسدوا واحد المعلمه اللي غتبقى لولاد ولادنا ولكن اش غدير كنتقاتل معاهم ليل ونهار باش يخليها ولكن الغالب الله. وجات في هذا الموقع هذا لاباس التجري شي فليبير شي يديروا فيها شي فليبير مزيان بليبيرو وهاد الكتوبه فين غيديرها؟ هاد الكتوبات هادو بردتهم للنور وباعتو لجيكورم بوكس. اي لان بوكس هاد الفكره هادي عندك بالله العظيم، والدخان والضواء والكتوبه وبدا يبان لك المتنبي كينقز منها والحديقه كيسوق منها وابا نواس. الفكره انا عمرني ما فكرت بحال هاد الافكار. انا الافكار كاينين. اي جهد اللي ما كاينش هادشي. انا الجهد الله يعطيك الجهد. السلام عليكم. اهلا السي مصطفى. والله يهديك السي صالح، كتب داك التقرير وسينيه وخلينا نطوي هذا الملف. ايما تقرير؟ التقرير ديال الخزانه بالله خاويه ما كيجي ليه حتى واحد. ماشي طبعا السي مصطفى، انت كتشوف الخزانه عندي فيها كوكو ديال عباد الله، ما بقاوش لقاو حتى الطلبه فين يبركوا. نكتب انا تقرير مزور نقول لهم راه خاويه حشومه مع السي مصطفى. فين هما الطلبه؟ هما في الساحه كيشموا الهواء. بالفلتر ولا بلا فلتر؟ شوف السي مصطفى الله يهديك، سيني التقرير، انت راك موظف في البلديه، الا ما خدمتيش في الخزانه غتخدم في بلاصه اخرى. هما الطلبه ديالي، شوف شحال ديال الطلبه عندي، هذا راه غير الربع، باقي النص الربع باقي كيدور في الساعه. يلا وليدات يلا باش نختموا الدرس، يلا باش نختموا الدرس وكنتو تعيطوا لصحابكم حتى هما يجيو. بصالح اجيك ما وقتش ما جاب الخلدون وهذاك ديال هذاك هذيك ديال هذاك. راه قلت لك راه كاينه في الخزانه ثلاث ايام وانت كتسولني على سير الخزانه. وبركوا مع بعضياتكم بنظام، وحاولوا تزاحموا مع بعضياتكم. تزاحموا ترحموا. تبارك الله. الله يهنيك السي صالح. بسلامة السي مصطفى. ومالك كتقولها بشويه؟ ونبداو نبرزوا الطلبه، خلي الطلبه يبقاو مكونسونطرين. سيرها السي مصطفى. علاش نبرزوا التلاميذ ديالي مع الشيطان؟ شكون هو بن خلدون؟ بن خلدون باينه صاحبي، بن خلدون هو دخلدون. عندك شي وريقه تما؟ اي يا وليدي اي. وريقه. لا ماشي هذيك الوريقه اللي على بالك، وريقه اخرى. راس مال صحيح ونزيدك يديروا مشروع مهم، وحتى ذاك الحي اللي فيه الخزانه راه عاجبهم. شي وحدين وصلوا للوطيل والاخرين باقيين جايين في الطريق. لا غير بغيت نقول لكم انا مشكل الخزانه راه غادي يتحل ان شاء الله هذا الاسبوع هذا، غير انما يخرجوا واحد القرار جديد. هاكا غزال صحتك الراديو. عطاك راجل سوريا فلوسك ولا لا؟ قال لي مسكين ملي غيوجدو غادي يجيبهم ليا. وين هي درت 3 سنين باش انت تلفتي الفلوس؟ واش غندير راضيه؟ سي مسكين راه كيبني، انت كتعرف لي بني عرس، نزيدو ليه صحنا البركه اللي فيك فيه مسكين، ولكن ملي غيوجدو عنده راه غيجيبهم ليا. يسمع كيبني تقول عطيتيه 60 مليون، انت الراجل مسلفو 200 درهم، كتشوفو كتفتف ما تقدرش تقول له رد لي فلوسي. والله الزنوبه بدات غتهضر مع هاد السنوبه والفرقه ديالها يسكتوا. انا ما كنبغيش يسطعني في ظهري. اش غادي نقول لها؟ سكتي سكتي، راه فنانه عندها الالهام، فنانه راه بحالها بحال الرسم بحال السينما. وهم الانسانه مسكينه سكتوها. اش كنت عليك؟ كنت بغيتها تونسني؟ انا ما مونسانيش، انا في داري كنبغي نتكا، كنبغي نعس، كنبغي نرتاح. نمشي. اي حسات بك ما حملتها ما قبلتها سكتت مسكينه. علاش البشر حساس، حساس البشر. والله يا سيدي يا ربي شفت في قلة النفس وفي قلة العفة وما شفتش في حالك، وتتاكل بارد القلب. سمحوا لنا الطلبة، سمحوا لنا الله يعاونكم، كملوا البحث ديالكم، سمحوا لنا اسمحوا لنا بارك الله، اسمحوا لنا الله يعاونكم الله يعاونكم الله يعاونكم. يا اخي السي مصطفى كان ضحك عليا. هو سيدي الطلبه ديالي اللي ما كنبغيش نجيبهم مع الصباح. هشوم عليك هشوم عليك الصراحه، تخلي الطلبه مزاحمين، قولها لي نزيدكم طوابل. عندي شوف الريجيستر شحال ديال عباد الله جاو نخرطوا هاد الايامات. شوف شوف وسي صالح، ما عمر الريجيستر بسميات قدام. واش باقي شي طالب دابا سميتو المعطي؟ سي مصطفى غيبقى فيا الحال الا سدوا هاد الخزانه. وشكون اللي قال لك غادي يسدوها؟ الا سدوها غادي يحلوا قاعة الافراح وغادي تكون عليها مسؤول انت. والعماله راه غادي تبني واحد الخزانه قد المدينه كامله، وانت اللي غتبقى مشرف عليها. خصك عاد تسيني ليا التقرير باش يسينيه سعاده الرئيس. والله يهنيك الله يهنيك الله يهنيك السي مصطفى. والله الا قال لك ما قدو فيه جابوا ليه فيله. كتقول لي حرفيه شد ساره مدام راضيه، حيت انا هي المناجر ديال هاد قاعه الافراح. سيروا نتوما دابا شو نعيط لكم. صافي كنتي ضحكوا لك بيعوا بجوج ديال الكلمات مسؤوله. غدا ولا بعد غدا غيحيدوا لنا هاد الخزانه هادي ويسخلوها لنا بجوجنا للزنقه، ولا يديوني يخدموني في شي بيرو تنشد الطاقه عاودوا ويصيفطوني. مالك ديما غيتباكى؟ مالك كتموت على الزلط؟ سيد ما كيكذبش عليك، باغي مصلحتك، باغيك انت توقف ودير الفلوس. اشني مصلحتي؟ مصلحتي هي الشطيعه والرديع ما كنعرفش ليه. انا بارك عليا غادي نبرك قدام المكتوبه ديالي، نعاشر خوتي وصحابي، نعاشر الكتاب والفلاسفه والشعراء، ندير الخط. هادشي اللي كيفرحني انا. عزيز عليا هاد الجو ديال الخزانه، ما جداني لهاد الجو ديالهم وما تنعرفش ليها. راضيه هادوك الشعراء ديالك ما كياكلوش الخبز. انا في عرض الكتاب اللي على قبله كتباس الجلده، انا في عرض السياد اللي طوعوا الحرف وزينوه بالمد والشده، بغيني يبدلوا الكتاب والدوايا باللحم بالبرقوق وكسكسو بالدفايه. فينك يا من خطط حروف نورة العباد؟ فينك يا من دون قانون سوى العبد بالسياد؟ فينك يا من خلى الحلم حقيقي يتغنوا بها الناس والعباد؟ فينك يا من بدى الظلام بعلم يفيق الجدود وينور الحفاد؟ فينك هالكتاب؟ فينك؟ ليش قديشة سليم سليم انت عيطتي لي انا حضرت شحال بالخاطر. ما عيطتش لك انا، ما وصلتك. واش دابا انا هذا ديال المخ تسطيت على استاذ المكتبه قال لك عيط ليه؟ لا تسليم اخويا، انا ما بيني وبين جنون الخير ما عيطت لك، ما عيطتي ليا. انا راني نمشي وغالا. ما عندكش فين غتمشي، انا معاك. هاد الخزانه ما خاصهاش تسد، وانت خصك توقف حاسك عند دوك اللي باغيين يسدوها. فهمنا؟ واش دابا هنا واش انا بوحدي؟ ولا معايا شي واحد؟ انا كاين معاك. واش هادشي اللي كنشوف فيه واش بصح ولا كنتخيل ولا شوق عليا؟ هادشي بصح وما كتخيل حتى شي حاجه، وانا فحالي فحالك، حتى انا ما باغيش هاد الخزانه تسد وما كتمشي يقتلوا لك الذكريات ديالك معاها. شتي انت خاصك واحد شي شويه ديال الزعامه. ما فياش، ما كرهناش، غالب الله. و زعما واش بصح هادشي ولا ماشي بصح؟ ودابا واش ما عندكش حاجه من غير هادشي ديال الزعامه، شي حاجه اخرى؟ عندي يلاه يا ودي، عندي التلعيب، عندي التخلويط، عندي المحسوبيه، عندي الزبونيه، عندي النفاق. ولكن النفاق مابقاش عندي بزاف حيت فوقت ولا البشر. بركة تعطلت معك بزاف، أنا عندي بزاف ما يدار. أنا غنلقى لك الحل، ودابا غادي نعطيك واحد الغويقة ديال الزعامة. غنعطيك هاد الغويقة وما تحلها تكون مستعد، حيت إلا حليتيها وأنت ما مستعدش كلشي غيتبدل. فيك ما نغطسها في كيس هن، ما نشرب ما ولا قالي ما تحلش هاد الورقة تكون مستعد، حيت كلشي غيتبدل. يلا نشوف هاد الورقة ديال اش هاد الروينه هادي؟ ها هي لابو بيع لحداك لوح الزبل تم، ولو خا تجي تال عندك تقول لك لوح بيا الزبل غتلوحو في الارض حتى تحشمش انت. ولكن المشكل ديال التربيه. وشكون انت اللي بتقول هاد اللي شكون انت؟ انت اللي شكون؟ هاي تصاور، هاي تصاور، هاي سير، هاي تصاور. هاي رشد، رشد، دور رشدتي، دور ودير الكاسك. الشجاعة عندي واعرة، ونمشي عندك الرئيس مع تبقي فيه الشهد. ويلي 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 ويلي، هذاك خينا راه مرونة، ضرب واحد السيد وخرج ليه الدم. واش متأكد العربي؟ واش الصالح اللي في الخزانة هو اللي مقرب الدنيا؟ أويلي أويلي أويلي، وما قالكش فين جاي، بقى حداه ما تخليش يبوجي. هاني مقابله حتى تجي. واش نزيدو لاشارج؟ زيد 400 هنا و400 هنا. أنا هو هيركول. إيوا دابا هادشي راه لبسالة هادي، هاد صالح هذا شحال هادي كان عليكم تفضيو مع قضيته. دابا ولا دايرين القوق، راه الا مشى كبر القضيه راه مصيبه. ايه يا سعاده الرئيس، راه خليت العربي معاه. لا ما غاديش يخليه. انا سعاده الرئيس هادشي راه ما دخلش ليا راسي. واه صالح يدير هادشي؟ ما انا ما فهمتش. وانا وقت ما مشيت عنده كيبقى يقاقف على شي دجاجه. نحن جايين واقفين. واش نجيب لك واحد 20 كيلو اخرى؟ سير جيب لي شي سروال اخر، الله يرضي عليك سير. دغيا دغيا عافاك دغيا. الراديو يلا جمع الوقفه، باش نجمعوا هاد الحرير هادي اللي دار لنا صاحبك في الشارع. فين يلا فين؟ وشكون بغى يجمع لينا هاد الحرير هادي؟ نحن جايين واقفين. انت شكون؟ هاي تصاور. نحن جايين وين؟ نحن واش صالح اللي دار لك هاد الحاله؟ يا زنوبه صالح راه ولا سبع تحت ما تلاقات عليه، انتقم مني حيت كنصدعو الطوموبيل في الصباح. ما يمكنش، الا ما يمكنش الا جا تبعو وغادي تشوف راه ولاو فيه 10 ومعاه ناس اخرين من الفوق. غير واحد الراجل اللي صاوب ليا الطوموبيل باش نتنازل. انت رانا نقول راجلي يرد لي واحد 200 درهم كيتسالها ليه. ياك ما نكونوا مصدعينو بالموسيقى ديالنا وغنانا. ولا كانت الموسيقى ديالنا كتصدع، الموسيقى ديالنا راه مقاده على حقها وطريقها وبتاويلها، وتا اللي بغى يسمعها خاصه يكون معلوم ويلي لاله زنوبه راه نتوما اللي منشطينا في هاد العماره. ويلي بيني وبينك السي الحسين انت كتصدعنا وكتفيقنا من غرق النعاس الطوموبيله ديالك وهاي كنحشبوا منك وانت لا زنوبه خلينا نحترموك. انا هذيك الطوموبيل غادي نبيعها كاع وبغيت نبدل حتى الحرفه. السلام عليكم. يلا نوضوا 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 البنات نوضوا. انا ما غنتسناش حتى يطرى ليا مطرى الحسين. نوضوا نقلبوا على شي كراج فين ندربوا. انا نمشي معاكم. جاوبني الصالح جاوبني جاوبني الصالح لان رجلي ما يديرش هادشي. رجلي انا نعرفو ما ديال الصدى ما ديال المشاكل. لا 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 شكون؟ سعاد جارتك. حلي راضيه شتلا حلا فيها اختك وما تيجاوبنيش في التليفون. شفتي شنو طرا؟ انا والله ما تيقت في الاول. واش نقول هنا؟ اش نقول انا اللي مرتو؟ راني اللي تنعرفو راه كيتفتفى بوحدو كيرحد بوحدو ما يقدرش يدير هادشي. اجي ياك ما يكون شرب شي حاجه ولا كان شي عجب. لا احترمي راسك اختي. انا راجلي ما كيشرب ما تيكمي. ناري مسكين مكرفس في الكوميساريات. كوميساريه؟ لا اختي كان في الكوميساريه وقفوا معاه الناس وخرج. اي والله يدير لك شي تاويل ديال الخير. ربي الا ما خبريني الا كان شي جديد. صافي اختي غير وصلني شي دوسي انت الاولى غنصيفط لك في ميساج مزيانه بحال هكا. جاوبني الصالح جاوبني الصالح. امو الكتاب اخرج اصاحبي خرج اخرج راه قربلتها افيك اصاحبي. انا خويا ما كنتش بحال هكا. واش درتي ليا؟ اش عطيتيني؟ بغيت خارج انا للزرقاء كنطرش فيه بعض الله والناس كينعتو فيا كنت غادي نمشي للحبس. شوف كدير معايا اخويا شوف كدير رجعني انا غير صالح بارك عليا. عرفتي المشكل اللي وقع في صالح شنو هو؟ هو انت كان خصك ساعه واحده ديال الشجاعه ومع انت قلبك عامر وفيض زادت لا دوز ودرتي ديك الحاله. انت دابا غادي نلقى معاك الحل. غترجع كيف كنتي او غادي تولي تشوف وتسكت تسمع وتسكت تاكل وتسكت تسكت وتسكت. هادشي اللي بغيت. بغيتني تبقى ساكت. بغيت نمشي نعطيهم سويرتاتهم ونسد هذيك الخزانه نمشي غير نرقد. دويش هسي بسي نوض القيامه قدامك السي صالح وما على بالكش ما غتبقاش تسوق للبشر. هادشي اللي بغيت. بغيتني دابا باقي نعقل على حتى واحد. هلكتني اخويا مابقيتش كنعس. صافي دابا غير تكالم انا غادي نعطيك الواقع. عطيني بحال ديما متفق انا وياك. ما تحلها كتكون بوحدك. غنكون بوحدي وساكت وساكت واخ وموجب واخ. وشوف لو وقع شي مشكل ولا ناضت شي بالباله وحده اخرى رجع عندي باش نعطيك الترجليت حيت الترجليت ما بقى كياخذها من عندي حتى واحد. اش باغي ندير بها انا؟ خليناها صالح انا ما باغي والو. هاد صالح مسكين ما عندو صح بغيت نعطيه اللامبالاة عطيتو قلة النفس. فينك يا صالح فينك؟ يقول لي فينك يا صالح؟ مشي تدخل لدارك. سيدي دخلي لدارك سيدي حشم على عراضك سدي بابك. سي صالح سي صالح اش كاين؟ ما والو سي صالح غير واحد 200 درهم كتسال عليا الله يرحم والديك. تسدينا ونصات فكرتيني. لا سامحنا سير سير دخل لدارك سدير سد لك بابك. سي صالح لك سي بس مكاي انت بدك تسبعدي راجلك واخا لك شي بس مكاي ها شي بس مكاي قصها راسك انت لا راجلي ها اللي ما غتخلص لا مال ولا ميناج شكون انت زعما انت هو السبح مع الشيطان سي صالح مع الشيطان سير جيب شي سطالو شي كاسرونه فين ندير المخ ديال راجلي وسخنا الارض تحركي تحركي واخا سي صالح انت غادي يخلص غادي يخلص لي بها طول بيناجو وحتى تتشعلو عطي هذيك عرفت الله سير دارك سير بقدر يتكمون خصو الحق سي صالح السنوبه سافر لقينا الكراج كريناه فين غنبداو ندربو باش ما نبقاوش نصدعوك. ايا ودي كيفاش كتصدعو انا؟ ايوا كتحلي بالكراج ياك ولكن شوفي وحق الله العظيم واخا كتكوني كتغني مع صحاباتك سبحان الله كتفرس صوتك انتي ما عارفاش راسك انتي راك تحفه انتي راه فنانه كبيره ولكن قبل ما تمشي غادي تجاهيني بشي اغنيه كتعجبني ولا كتعجبك كاع. واخا هي الاولى سي صالح يلا بلبل يلا حبيبي مهما سافرت مهما بعدت ومهما غبت يا روحي عني قريب مني مهما طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي اش هتصدع الراس هذا راضية اش هاد العتبة ديال الويل اش هاد السكنه ديال النحس اش هاد الشيء من اليوم انا اللي غنفرض القانون في هاد ريزيدونس تخلص الماء في الوقت الضو في الوقت الجفاف في الدروج ما كاينش اللي يقول اي واللي قال اي تخرا ضربوه وانت ما بقيتش تلبسي هاد اللبس لا بقيت شويه لبسي نفس العيالات سيري راضيه جيبي لي قنبه وربطيني قبل ما تيلعب سيري جيبي لي قنبه ما بقيتش شي واحد سربي ربطيني من الفوق ربطيني مالك بدلتي تصاور من حيدتي ومن هنا حطيتي هنا لا عليك فين التلفازه كلشي غنبدلو داكشي اللي بغيتيه كله غيتاه اللي قلتي كله غيتاه وبدات التصويره في القلومه شنو صايبه هاد التصويره هادشي سبحان العشين وغطيني ما بغيتش نفيق راضيه ما بغيتش نفيق رطيني مزيان راضيه تخلينيش نخرج تخلينيش اختي نخرج خديني أنا خليتك نعس في الصالون والله ما بغيت نديرونجيك. مشي قلبي. ياك أنا قلت لك ما بقيتش دير هاد الماكياج ديال المسخ. حيد هاد الشرق ديال مرت الراجل لا. بصح أنا لا جات على خاطرك بغيت غير نعرف على البارح حتى ما عرفتش باش تبليت بغيت نعرف واش كاين شي علاقة مع الخزانة ولا الرئيس ولا مصطفى ما عرفتش. لا صافي سادي غنحبس على ديك الخزانة ما عندي ما ندير بها خليها اليوم أسيدي. غدير نهار مرض ديال الراس مزيان انا كنت صعفتيني كل يوم كاع ما مشيتي تخدم وصافي خلينا غنفطروا شي غتوحل علينا نخدم انا باغي نمشي نخدم انا باغي الورقه فين السروال اللي كنت لابس البارح السروال اللي كانت فيه واحد الورقه سروالي انا باش كنت خارج انا كنت خارج بلا سروال الورقه الورقه اللي كاينه في الجيب ديال السروال ديال البارح هاي حطيتها لك مع السوارت باش تخرج تلقاها فين هي الله يصلحك فين خديتهاش اجي وريني فين هي بغيت غير نعرف انت اش بغيتي في هاد الورقه وانا بغيتهاش انا راه بغا واحد طالب في الخزانه بغا يقرا عليها ما تحلهاش صالح بسم الله الرحمن الرحيم مالك؟ قولي يا مالك، مالك صالح، مالك؟ واش راه يطلع بلاص ولا شنو؟ لا 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 مالك، واش نعيط للطبيب؟ لا بلاش، هاد الحالة غير كتجيني مرة مرة، ما تخافيش، الحمد لله بنادم ملي كنرجع لصحتي، هذا هو المهم. رجعتي اجي داك حوسي داخل الدار بوزا ما يمشيش يديكلاري بيا، كون مقلق عليا. لا مقلقش، أنا نقدر نمشي نتسامح معاه، ماشي مشكل. لا ما محتاجش تخليه يعرف كنيتك قيمتك. صالح قول لي مالك شتكي ما عجبنيش. يعني تاتي الله يهديك، مرة كتستهزاني وكتجيني بحال هاد القضية هادي، ولكن الحبيبة ديالي في الساعة كتفوت، الحمد لله الإنسان رجع بصحته ويكون بخير. شكون؟ شكون اللي كيدوخ؟ أجيك ماخدي مخلصة كلشي، ما كيتسالك حتى شي واحد شي حاجة. ها؟ يا نودي نودي زعما تي مول هاد الدار، نودي سير حل لي الباب. ياك ما جي حسين بغا يضربني بشي موس. ها؟ شكون اللي كيدوخ؟ أنا غنمشي نشوف. لا سيري شوف. ما عندك خبر على هذاك صالح؟ ومني دخل دارو ما بقى خرج، وقلت ليه انا ما تجي على يومين ولا 3 ايام. وعلى حساب اذا كون ما شافو دابا السي العربي يكون كاع داكشي اللي بنينا كون مشى، كون شدو هذاك صالح راه ولا سباح. انا اللي صورته البارح، صالح ما يديرش هادشي. لا شوف اش طاري ليه، انا عارفه مزيان. وقال لكم الرئيس الدوره الماجيه ان راه خصنا ضروري نلقاو الحل لهذا صالح، فهمتوا؟ وحسب الجريده سبحان مبدل الاهوال. البارح كنا فورمتنا البادر ولي دورسو والصحه، ما يدوم حالنا، ولكن الرجله راه ماشي هي الفورمول بادر والصحه وراه تكون بحال الدار. الرجله هي تكون نوار وجديد وكتحكم عائلتك، كون راجل عندك الكلمه، ماشي غير صالح. لا ما تبقاش عندك لا كلمه دابا لا رجوله لا لابس. فين غادي بالسلامه؟ انا غادي غنمشي نشوف شي صحابي هنا في القهوه ونعاود نرجع، حيت قلت مع راسي يا سيدي صالح كون ما خرجتيش اليوم بقيتي. ما كرهتش، انا ما كرهتش، ولكن راه شي صحابي كيتسناوني غنشرب معاهم واحد القهوه ونعاود نرجع. وين يخليك في صباختك؟ كيف تنعرفك؟ ديما الا شفتي شي حاجه ما عجبكش حني راسك وزيد مع الطريق، حيت انا ما كنبغيش المشاكل. هادشي اللي كاين. غير صعيبه ولات عندك شفتيها تابعني هباضات، ولكن هادشي غير محموده. عصر شي قهوه مزيانه صالح، وعندك تكون ناقصين شي قرب لعنا القهوه. ياك تفرجتي في الفيديو البارح، قلت لي بعدا كاس ديال الماء كنت قلت لي ما تيزور راه الحال سخون. هاك بعدا هذا عليا هادشي. سي صالح تفضل. نعمس القهوه راه كتعصر بالقاعده. انا لا طلبت قهوه. السلام عليكم سي سام. لا سي مصطفى فين غبرتي؟ لا باس. بخير؟ لا باس. ياك ديك الحالة ما بقاتش بعدا؟ لا حالة ريحها سي مصطفى. ياك شوية. لا باس. لا بخير مصطفى مالك؟ الحمد لله ما كاين باس. كي داير صحة الرئيس؟ لا باس عليه. بخير؟ لا باس. الله يحفظك. لا باس عليه، وكيهضروا عليك هو والأعضاء كيذكروك حتى. ويلي باش كيهضروا عليه؟ غير شرحت ليه هو يطلب الملف ديالك. الملف ديالي أنا؟ لجوه. بغى يزيدك في اللائحه ديال الترقيات. الله يخلف عليه مسكين راجل طيب. وبالاخص انت واحد الترقيه استثنائيه. الله يحفظه وين جاي. ونزيد نقول لك واحد الخبر غادي يعجبك. قول لي. الخزانه غتبقى. الخزانه الخزانه. واش عندك؟ عندك. هاني وديك قاعة الافراح في الغيدر هي غتبقى. كيفاش غتبقى؟ الخزانه في الريتسوسي وقاعة الافراح في البرمي. ولي الصداع تما كنت طق على المكتبه. ارتد وانا دابا غادي ندوز وعندي شي اخبار اخر غادي نتصل بك. اجل يحصل شي خير. لا لا والله ان شاء الله. السلام عليكم سي صالح. عافاك بغينا نتصوروا معاك حنا لي فان ديالك. شكرا. قولي عافاك اخويا. قصة وليدي عافاك اخويا. قصة اخويا ارحم مريض. كلمة شرفك لهذيك البنت والله معايا صاحبي. راه الا كنا بجوج عاد يخاف منا. ما عنديش مع العنف. قلت لسانتها نمشي نجيبك للبوليس. اجي هنا دابا ندير الشفار. اجي يا ربي السلامة يا ربي. ولدي غوت الحرام علينا ولدي عتقينا قجراتي. انا خويا انت اش كتصور؟ اش كتصور؟ كتعاد واش ضربك؟ لا ما ضربنيش اختي ما ضربنيش. شوف اش كان بسطام كدا عليك. لا حتى حاجه ما خديت يدي. تليفونك قلبي كلشي هو هكاك اختي. يسلمك حبيبتي. الله يسلمك حبيبتي. اش كتصور انت؟ واش هاد البساله هادي ديال عيقتو كلمه جوج بداو تصوروا. مالك انت ما عطيتيش صاكك؟ ويلي واش حماقيتي؟ راه فيه فلوس القرعه ديال عباد الله. وكون خسر لك وجهك يا اختي غير يخسروا. الله يهديك راه الامانه هادي. شوفي دابا شتي اختي صغيره ملي وليت بحالك. اش عطاني داك خينا؟ او ما بقاش فيا النفس. انا صالح وليد رعواني. ويلي صالح ويلي صالح ما تقولهاش. ما تقولش لي شفت اختك كتاكل العصا وشاده شفار وزيايد. سره 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 هاش جابها دوز بوحدها. مالها ضاربيه مع راجل كذا؟ شي مرة كتغلب راجل. اش قال لها مسكين؟ قال لها عطيني الساك. عطيني الساك مالها؟ لا تخفت الرجل مالها والنفاخه. خلها ليت مزيان الدر تستافد مزيان كاع. ويلي اولي واش هاد مشوشه راجل ولا شنو؟ خلى اختو كتاكل الحصه وشاد معايا. ويلي فين كان مول الكتاب؟ مول الكتاب افينك كما مشى هذا. افينك مول الكتاب. مول الله يا ودي شويتي عندي. اللهم ما تعرفش ديال الشجاعه ولا هادشي اللي حطيتيني فيه. سلاولي انا عارفه سهلت معاك وعيطت لك ومشيتي وعطيتك الواقع اللي ما خصنيش نعطيك. شنو مرقه عطيتيني؟ عطيتك الواقع ديال الخسه والدناءه. حالا ماك تخسيس. كانت فيك الخسه وكانت فيك الدناءه غير هما ما كانوش معاك سيفين. قولي كنت رعواني وصافي. حاوليش انا اختي كيسلخ فيها واحد قدام الدرب وما قدرتش نمشي نفكها. انا مزوفك انا مزوفك. الا ما ردني لصالح ردي لصالح اخويا. ما بقيتش باغي منك والو. غادي تطلع صالح صالح. ردي غير صالح. توحشتو نهار عليك. ما بقيتش باغي منك حتى حاجه ديال المروءه ولا مبالاه. لا انت اللي عارف اش غنقول لك. وغادي نزيدك في لاطوز وغنعطيك واحد البرا غدكها في العرق ديال الشهامه. اش بينا بشي شهامه كتدخلني الحبس؟ فين هما العروق اللي غندق فيهم؟ الله يرحم لك الوالدين. انا غردني كي كت مريضنا ما عندهم باس اخويا. تكالما تكالما وغترجع كيف كنتي. جرب شوف. بينما ما يكذبش عليا، يا ربي تكون فيه شي تاويل ديال الخير. الو سعاد، مازال اختي ما جاش. باش انا ملي ما عيط لي حتى شي واحد نحمد ربي ونشكرو، وباش نعرف والله الا فكره. صافي انا غادي نجربو، وباش ما كان قطعت النرجه. السلام عليكم. عليكم السلام. ما كان بس لا والو. امضرا كي داز داكشي ديال الخزانه مزيان؟ انا صافي نسيت داكشي، انا صافي بقى عندك غاش كيهمني. انا كنسيدي باغيين يشدوا ديك الخزانه، يعاودوا يهيبوها ويديروها لتحت ويجيبوا ديك ديال الحفلات يديروها لفوق. شغل ما داك، ما بقيتش باغي نهضر معاهم في هادشي، ما بقيتش باغي نسمع هادشي، نديها في صحيحتي. مزيان، انا بعدا اللي هامني في هادشي كامل هي انت تبقى في راحتك. شي اللي كاين. يا نسيت ما قلتش لك جارنا اللي ما كيخرجش الصنديق مالو راه رجع للمشاكل ثاني عاوتاني. هذا ما بغاش يزكى، هذا ما بغاش هنا، هذا باغي يبقى يطير يطير تيجيبها في راسو. ولكن انت اللي متسرامه ليا، فين ما نهضر معاهم تقول لي اسكت اسكت، ما باقيش تقول لي اسكت. وهذاك الناس غادي نعرفهم بحال الواحد، هذاك النوع انا اللي كنعرفو، هذاك النوع كاموني سرالة. سكتي شويه سكتي شويه، عرفتي اش غادي ندير؟ انا ما غنبقى نحترم حتى حد. ننسى حوايجاتنا ونمشيو نتحولوا لشي دار اخرى، طيور عطا الله، ونسكتو هو يخلصو مولا منو المولا وياخد لنا منو الحق. قول لي يا سي العربي. نعم. هذيك الارض اللي حدا دار الشباب ديال من؟ هذيك نعم سولت عليها ولقيت مولاها في الخارج، ولكن تيجي مره مره. ايوا درتو معاه شي اتصال شي حاجه؟ راه اخر خبر. او قتلتينا خويا الراديو، عندك شي حاجه باش تفيدنا قولها لينا، ما عندكش خلينا. كمل سي العربي. هذاك الملف انا اللي مكلف به، غير دهنا نعمس. يلا الا ما بقى حتى شي ملف اخر صافي تفضلوا، شكرا. يلا القضيه ديال الصرح اللي في الخزانه راه في الجيب نعمس. انا راه بغيتك تقل معاه شويه. الخبر اللي عندك قولها ليه، ولكن انت كيف ما شتي دابا هاد الفيديوهات اللي في الفيسبوك وهذا الشيء اللي وقع في الشارع، دابا الناس ولاو متعاطفين معاه. حنا هذا الشيء بغينا نشدو لمصلحتنا ولمصلحه الحزب. يعني مساله الخزانه خليها بلاتي شويه طلع، انت غير قول لي الخبر وشدنا الموافقه ديالو. صافي صافي. ما غاتنوش تمشي لديك الخزانه؟ ودي ما بقى السوق انا كي مشيت كيما مشيت بحال بحال، خليهم ولا اللي يديروا فيها ما بغاو. انا بالي راه خصك تمشي مره مره ولا غيجريو عليك، راهم على سبه. كيف راه يجريو عليا تا انت؟ داكشي كل اللي درتو الناس هادو باغيين يرقيوني، عرفت كي بنت اليوم. ما كرهناش اسيدي يا ربي، حتى حنا نطلعوا كي الناس، طلعوا كراط. اجي تشوف اجي. شنو؟ الرجل الشجاع. تاش تتشون شجاعة انت الله يهديك. بنادم اللي بقى يتقلق يولي ينعد الشيطان. انسى عليا داكشي نساي. اش نمشيو نديرو شي خطيفة عند خالتك، نمشيو نزورها مسكينة ونريحو معاها نبدلو الجو، ديرلها شوية ديال الليمونة 100% والله إلا غتفرح. شكون خالتي؟ دي خالتك مفتاحة. مفتاحة خالتك؟ وليش فكرك في خالتي مفتاحة؟ وليت هذيك خصني تنفكر إلا بغينا نمشيو عندها. عرفتي راه والله ما نمشيو دابا مع حد هنا بارك الله، إلا مشات هاد التحلات هذيك قاعة الأفراح والله ما غنلقاو فين نحكو روسنا. نوض أنا نبدل حوايجي. إلا نمشيو. وزوينا هاد المروءة هادي، تكون انسان طياب وحنين وكدير صلة الرحم. مرحبا بك عند لا زنوبة، على كارت في زيت الاعراس والافراح. مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك اخويا عند لا زنوبة الاعراس والافراح. مرحبا بك انت في السبوع وفي الختايم. الله يخليك. شكرا. نجيك انا ما نجيش، تراك وليتي واحد من العائله. تبارك الله عليك السي مصطفى، كنشكرك السيدي تبارك الله عليك. رادية سيدي بدل حوايجاتك وخلينا نمشيو للناس غنطلعوا عليهم. اش نقول لك والله الا درتي شي حاجه مزيانه غنفرحوا ديك السيده، فخبر كان ديما كتشكرك. شكون هاد السيده؟ خالتي مفتاحه. شكون هاد خالتي مفتاحه ملي خرجتيها ليا؟ اولي خالتي مفتاحه اللي غنمشيو عندها. دخلنا لك بالله واش نخلي راجل نمشي نهضروا انا وياها اللي زفر ونمشي عند ديك خالتك مفتاحه. اش بيني وبينها سوق العيالة، اش بيني وبينات خالتك مفتاحه؟ سيري لبسي شي حاجه مزيانه، انت راك وليتي مرت مسؤول، لبسي شي حاجه مزيانه. انا ما بقيتش غادا معاك. لا صافي نهزك فيفتي ونعكر فيمي ونمشي نزور خالتي وانا نتقلق. ايه العيالات هادي الله يهديها الله يهديها هضراتها الله يهديها. لا 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 سلام السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا 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 مرحبا مرحبا سي صالح. بخير؟ اسمح لي طلعت عطلت راني ما عرفتش الريستورون. صالح انا من المعجبين ديالك، ممكن نتصور معاك؟ مرحبا ولدي مرحبا. ميرسي شكرا بارك الله فيك. كدا سي مصطفى تفضل. بخير كنت كنمشي لبلايص لبعاد والله ما عرفتها بالله داكشي علاش تعطلت. راه عندي لك واحد البشرى كنت قلتها لك. مرحبا. هذا ما بقاتش كتجيك ليا الحاله. لا لا ديك الحاله صافي نسيتها. لا لا يا رد علينا هذيك. واه انت ما ديال ديك التباديله بيني وبينك، ولكن راه هي اللي كانت سبب باش يعرفك الرئيس. البارح راه انت اللي كنتي الموضوع ديال الاجتماع، كلشي الاعضاء صوتوا عليك بالاجماع تكون ان شاء الله مرشح ديال الانتخابات الجايه. اين انتخابات؟ ترأس اللائحه ديال الحزب. لا سي مصطفى انا الترقيه ما كاين مشكل، ولكن هادشي ديال الاحزاب والتصويت والسياسه انا ما تنعرفش ليها. مالك حاجه لراسك سي صالح، انت راجل مستقيم وشريف وحقاني وكتدافع على حقوق الناس وهادشي اللي بغاو الناس. داري على هذا الخزانه ما خليتيهاش تسد على مصلحه الناس. شوف الرجل المناسب في المكان المناسب هو انت. اللي بالك السي مصطفى اش غادي نقول لك، اللي بان لك اللي بان ليا يكون عندك شي وقيت ودوز للحزب. تفضل كل هادشي راه طلبتوه عارفه عزيز عليك قبل لا تجي. شكرا. واخا انا اش غادي نقول السي مصطفى؟ ما عندك ما دير، كل بالصحه والراحه. عندي لي واحد المهمه غادي نمشي نقضيها، تقرا ليا مع راسك. السي صالح عفوا سعاده المستشار. وشو اللي يخلص هادشي؟ كلشي خلص. مرحبا تفضل. كرسون قصو. والله زوينه ديال القضيه ديال في المكان المناسب. ريو كان الرجل المناسب في المكان المناسب. يا سلام. بلاتي واحد الفيكتيم دمري. يلا نزلي لي دوك الدنيعات كليكي مزيان. غوتي 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 خلاص هذيك كذا مره ما تبكي قدام العالم. الله بيحبنا. لا تهزوا يدك على امك فهو حرام. مالك يا سيدتي؟ ماذا تريدين؟ يا حبيبي اسمعني اسمعني. اختي كثير مريضه، هي بالمستشفى بدها تعمل عمليه. المشكله انه ما عندنا حتى المصاري نعمل لها عمليه ولا التحاليل ولا الدواء ولا حتى ثمن المستشفى. انت بتعرف هالشيء. بس أنا بكرة راح بيع دمي. لا لا وراح نروح لعندهم على المستشفى. أرجوك 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 يا ولدي حبيبي. قد مات شهيدا. لا 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 ما تتبعش دمك، نعطيك اللي عيب يا زلمي. لا لا ماشي عيب أنا سيدي. ها خلاص مش ضروري. لا 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 خذ 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 يا شريف خذي. هو كاينة حاجة خذ. ها هي لمي كاينة حتى هي راه دايرة تشمع. نحن إخوة، نحن عرب، نحن إخوة يا ولدي. وتشرب تشرت علي واطلب ما تريد. شبيك لبيك انا خاتم بين ايديك حبيبي. لا 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 ريم تتم تم تيرا را 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 تيرا با با با. ده بلي قلت لك والله ما غتثقي بيا ياك صالح. جاني بوجهك احمر حتى لداري لابس كبوت ديال المراه. انا ديت على المراه درت تحليله. شكون هاد المراه شاد تحليله؟ ماشي المراه، انا ديت الدري درت تحليله. اللي كنت خايفه منه. مناش؟ ها اللي قالوا لي صحاباتي، قالوا لي ما غيبقاش معاك انت بلا ولاد. شكون قال لك؟ وسير سيدي عندها. هاد غنمشي عند مولاتات الكبوط، من هاد الكبوط باينه كي دايره ديال فهمك، ديال وجهك. انا ما دابا اجي نقول لك راديه شو مالك؟ شو مالك خصك تفهميني؟ 20 عام انا ديال الحلقه. حنا راديه أنا لن أرضى من غيرك بديلاً. هذه المرأة مشكلة هذه. أنا نعطيو حوايجنا في الزنقة. ما نبغاش إنسانية هذه. داخل بكابوت ديال العيال حتى لوسط داري. هاد السطية هي هذه مسي ما تقلق. الحمد لله اللي ما بيتتناش في الزنقة. مرأة زينة هذه. الحاشي منطق ايزار وروح لنا نفسلت. دابا با صالح راه تنينا عليه الرابور راسنا علينا. والله الا ولكن راه غير بزز. راه ماشي من السهل سعاده الرئيس باش تقلع واحد دوز النص في عمرو مع الكتب والخزانه، ولكن سعاده الرئيس راه جبد هذه الفكره من قاع القبيه. لا ولكن شوف انا ملي شفت هذيك الضجه اللي داير في الانترنت ولا كيبان في الحومه بحال شي بطل، قلت سكا هذه هي الورقه الرابحه اللي غتنفعنا في الانتخابات. السيد الرئيس الحزب راه معول عليك بزاف في هذيك المقاطعه، حد يمكن كضيع منها. اسيدي الناس كيقلبوا على شي واحد اللي يدافع على مصالحهم وما يقبلش الظلم واللي يكون شجاع وما يخاف من حتى شي واحد. حنا الله جاب لينا بصالح الشجاع. تماما هنانا. يلا سيدي رانا دحنا شي شجاعه في هاد العشاء. بسم الله بسم الله. واش انا غادي نبدل لك مره اخرى؟ الحشومه زعما هادشي كاع هاد العشرين اللي دوزت انا وياك غادي حنا نضربوها في الزيارو ونجيبو مره اخرى. وكون كنت غنعرف شي واحد اخر غادي نتمشي هاز معايا الدليل حتى للدار لابس لها كبوطه. شو ما راديه؟ ما تفكرنيش في دقه البارح. عاوداش من دقه البارح؟ صوري تخرج في الليل وانت مكبط وسخون، كنت لقى مع واحد المراه هي ولدها في الليل والبرد، واش ما تعطاش كبوطك ما تعطاش صباطك ما تعطيش حوايجك. انا كون لقيت ما قدر نديرها. أنا عزيزي لها الأجر. تقول لي واش كعمر؟ أنا ما كنعرفكش حنيتي لهاد الدرجة. باينة عجباتك ولا عجباتك سير عندها. عاودتاش عجباني. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إيوا صافي ماليش شيطان. صالح أنا راه مراتك، إلا مخبي عليا شي حاجة قولها لي حيت أنا ما كنعرفكش بحال هكا. أنا والله العظيم ما عنديش حاجة اللي غتضرك، ولكن عطيني شويه ديال الوقت وغادي نعاودك على كلشي. انا ما ضحكش عليا بجوج كلمات. البارح شوهتيني الجار شافك لابس حوايج العيالات. شافوني لابس حوايج العيالات؟ لبست الطالون. انت غشتيني لابس كبوط ديال المراه غرتي. جيبي كبابطك جيبي سراولك جيبي حوايجك لبسهم. ولكن عندي لك واحد الخبعه غادي يفرحك. ماشي شرا مصطفى عيط ليا البارح مشيت تعشيت انا وياه. عارفاه. اختارني الرئيس كون هو المرشح الوحيد من دون عباد الله وفي الدائره ديالي. بصح شنو قلتي ليه؟ واخا خصني نمشي للقهوة نشوف داك بنادم اش خلا ليا. شكون؟ مصطفى. مصطفى دابا خلا ليا شي حاجة ديال المسؤولية خصني نمشي ناخدها عليه باش نتحملها. تكليف هذا تكليف ماشي شريف. أنا مشيت للقهوة بي معايا. يا سيدي شفت صاحبنا جالس اليوم في لاطيراس. شي بلان جديد هذا، سير شوف اش بغا. سي صالح شي قهوه نعماس. اش يقول لي انت عندك بطاقه الناخب؟ عندي كاع البطاقات. كتصوت؟ كنصوت انا، الوالد، الوالده، كلشي كيصوت نعماس. مزيان، سي جيب لي شي قهوه نورمال وشي باغي نهضر انا وياك. سير سير. يعني مزيان هذا، كلشي كيصوت، بروجي واعر. اش قال لك؟ سولني واش كنصوت في الانتخابات ولا لا. صافي بدا الخدمه وباش جاوبتي قلت ليه كنصوت. ياك مزيان هذا الجواب؟ مزيان. الا سولك على من تصوت قول ليه هو يقول لك على من، وصوت عليه وخرج من باب واسع. والله الا فكره مزيانه هذه، وجد ليه قوته وصوبها مزيان. والله الا جات معاك هاد اللبس هادي. ولكن اسمع لي يا سي صالح، واش دابا هاد المروءه هادي دات فيك هاد الحاله كامله؟ ما تفكرنيش بهاد اللي هاتني هاد المروءه هادي. والله العظيم الا طلعت هاد المراه عندي بكبوت ديال العيالات. واش نيتك؟ حيدتي حوايجك كاملين؟ وي كاع صدقتهم، ما بقيتش ما نعطيهم، بقاو فيا كاملين الا الصباط ولا الجب هذا. عرفتي علاش سي صالح؟ لانني انا سنين وانا معوج الحركه غير بهاد المروءه، ما عمر شي واحد ما تشكى منا. ولا خرجت فيا شي دعوه ولا شي حاجه. لا عرفتي شنو وقع؟ دابا انت فيك المروءه وانا زدتك شويه في لادوز وهي تريبلا. ولكن شوف ما تخممش، انا غنحل لك هاد المشكل. لا 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 لا, لا خليني بحالك، وانا عزيز لي داك صالح برياف، عزيز على الناس، راجل محترم نيشان. ما غير غنطلبك عليها، حيت دابا انا في الدرب ديالي الناس كيحترموني، وبغيت نعام نزل الانتخابات. وبغيت انت عارف الانتخابات كتخصو يكون عنده الهيبه وتقول الكلمه وعنده الصوت ويقول شي هضره ما يديرهاش والناس كتيق وكتفرح به. قلت انت الا عندك شي حاجه تعاوني بها وصافي. وانت باغي تدخل انتخابات ترشح وتنجح ولا باغي غير ترشح؟ انا باغي ندخل انتخابات باش نترشح وننجح. بغيت ننجح على قبل الناس ديال الدرب، نجح على قبل وليداتهم اللي نهار كامل من فرص الدرب كيتسناو في واحد المستقبل وما غاديش يجمرو غادي يجي. بغيت ننجح لانها بغيت ندير شي حويجات كيحلموا بهم ولاد الدربيين، بغيت نفرح دوك الناس. داكشي علاش قلت الا كان انت عندك شي حاجه حاول تعاوني. المطلب ديالي موجود با صالح. هاد الكتيبه سي صالح فيه كلشي، فيه الانتهازيه، فيه الوصوليه، فيه الغدر، فيه الخيانه. لا 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 مش هادشي. انا باغي حاجه واحده، باغي المسؤوليه. كاينه المسؤوليه في هاد الكتاب، غطى الورقه ديال المسؤوليه. بعد ما كنبقى نشوفك كنقول ناري الا مشيتي عليا غيبقى فيها الحال ولفتك. عرفتي ان شاء الله الا نجحت في الانتخابات كان واحد غادي نشوف شي خزانه كبيره وغندير لك بلاصتك بوحدك. غنزورك كل نهار، دوي معاك، نضحك معاك، نقول لك مره ومره بدلني. وكيف العاده ما كتوصيني انا مشيت. ما عنده زهر مسكين هاد السي صالح. شكون هاد فاطمه البلبوني؟ فاطمه سيدي جارتنا اللي ساكنه الفوق. مال؟ وانت راك عارف ما بنات ار بلس 4 بقات تيجيو ليطاج لا كان ممكن. يا صافي طاح الدار. شكون هاد ربيعه الشياطين؟ ورا كتعرف الطيبه اللي مهليه فيا في الحمام، راك عارف انت ولدها مشدود. مزيكيده مالو زعما؟ ايوا صافي تشالقوا مع شي واحد ما كانش ناوي يقتلو، قتلو ضربوه ب 20 عام. فرحي يا سادي، مراتي معاش معاهم كان مع 10 10 ليال مع الهمه والشارع. منين كتجي مع الصحابات هادو؟ منين كتدبر على الدواسه هادو؟ اش الدواسه ديال اللويل واش هاد الصحابات كتعجبني؟ غادا للحمام، انا جايه من الحمام، هضره الحمام، هادوك راه ماشي دواسه، هذاك راه الحبس بعينه. ودي على مراتي، ودي على مرات المسعود، صيبه مشكله. انا اللي حمقه دايره في كراسي، قلت صافي راجلي مسؤول، اي حاجه بغيتها غيدير ليها. ما صافي غنمشي انا نطيح الارض. صرصار ولا بلاش ما كتاب مفشاش، صرصار ولا بلاش ما كتاب مفشاش، صرصار ولا بلاش ما كتاب مفشاش، صرصار ولا بلاش ما كتاب مفشاش. لعب نوطة وقول لي شغار لك فيها. قولولي صالح 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 ولا بلاه، قولولي صالح 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 ولا بلاه، قولولي صالح 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 ولا بلاه، قولولي صالح صالح صالح. الله يعطيكم الصحة، يلا وا دابا شربوا اتاي. الله يعطيك الخير، ها هو قدامنا. ايوا العقوبة الفرحة الكبيرة ملي ينجح صالح في الانتخابات. ويلي ويلي ملي ينجح صالح في الانتخابات. الجوق والتريتور والقيامة، شوفي لاله راضية ما تساليني أنا والبنات، الشطيح والرديح حتى يطلع النهار. أييه صالح يستاهل، من النهار اللي قرب لها عليهم العمارة تقدت. ايوا هانتي شوفي لي دابا، أنا شتيها، أنا صوبت لي كارت فيزيت، ودابا بارطاجيو عاونوني. شتي دابا عندي ناضي يدير قناة في اليوتيوب ويغني تا الصوت ما كاين، ولا وا بارطاجيو. والله يرضي عليكم بلاتي، نتقاد لكم بلاتي بلاتي. ياك جرحي جريت وجريت حتى شي ما عزيتو فيك، وربي كاين بحال هاد الصوت وما بقاوش بحال هاد الاصوات. وبارطاجي ناس زوينه هادي. أنت سي صالح، هاك سيوة عصرية ووحدة تقليدية للمناسبات ويوم الجمعة. أيا مصطفى شحال كتخسروا ديال الفلوس؟ مالكم مال هاد الحالة مالك؟ واش دابا الناس ملي كيمشيو للانتخابات واش كينتخبوا على البشر ولا كينتخبوا على شراوتهم؟ شد شد شد، وقف وقف، ندير لك واحد الصورة ولا لوحة في الانستغرام، عندك المتتبعين بزاف. الله يا هاديك. لكن ما حسن السي مصطفى بنا بيكون طبيعي. اييه كيما شافوه الناس النهار الاول، ماشي ديال الشراوط والزواق ما كاين والو، والكلمه تكون كلمه. اي صار هذا هو الحزب، الاعضاء كيتسناوك، غتسمعهم ويسمعوك وتدخل وقت ما بغيتي. السي مصطفى سميت الحزب اسي. فالاخوان الاخوات، راه ملي غادي تصوتوا عليا راه غتصوتوا على الرجل المناسب في المكان المناسب. دابا نتوما كتشوفوا فيا كتقولوا واقيلا غنكذب، ولكن انا على تقليدي وتقردوا لي يديا بجوج. لا كنقول لكم الصراحه وبلا بالله على الله، انا كنت تعرفوا صحابي شكون هما غادي يتغيروا. انا راه كنتلاقى غير مع الفلاسفه والشعراء والكتاب، كنضلوا النهار كامل وحنا كنناقشوا الواقع. لا 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 هنا زدتي فيه وبسلتي. اش كتقول؟ مع من كتناقش وانت كلشي عارف؟ ما عندك حتى الباك ودير الضحك في راسك ونقش شويه. اش كصاحبي الثقافه هي ثقافه ديال عنده الباك عنده كذا عندك ثقافه مدام، هي ثقافه الكتاب. الكتاب ثم الكتاب. سي حسن كتسمعني؟ حول كديرين الاستعدادات عندكم لتحت. الاستعدادات على قدم وساق. الله يجازيكم بخير، الله يرحم والدينا، راني عييت معاكم. خليو السيد المستشار على الراحه ديالو، خليوه على الراحه ديالو، ما تبرستوش خليوه. الله يهديك الله يهديك، قلت لك انا خليو لي سعاده المستشار على خاطرو. الحسين حول، الحسين شوفي واش هنا مزيان؟ لا لا دير بلاصتي راحتي. علي شوف بنت الوردة ويلا فزعانة صالحة. راه خويا عندك ما تصوتش عليه، بالك ندير واحد السيلفي. شوفي هاداش قالت لك بغات. سيبنا من قدام هانا، عطيني الناس. يا حبيبي تعال الحقني، شو اللي جرالي من بعدك؟ خلي لي المسؤول ديالي. واش هاد الهمه، واش هاد الشان، واش هاد النخوه؟ انت باقا ما لبستيش حوايجك؟ مازال. مسوق مازال عيني لهادو. اش هاد الزين، واش هاد الانوثه، واش هاد النخوه، واش هاد الرويحه اللي ما عمري شميتها فيك. فيك تيخزن علي هادشي. وانت اللي ما كتدورش معايا باش انا نتهلا في راسي. ديما تدويره الجو الرومانسي ما كتعرفيش ليا راضيه. اسمحي لي يا صاحبي. عرفتي ما كرهتش انا غير نمشي نخطب. تخطب؟ تنخطب قدام الناس. ديري النية. واش اللي عنده القمره نمشي بقشيش على النجو ولا الشيطان. نمشي نخطبوا على الناس ونضحكوا مع الناس. ونحلموا مع الناس. كونوا على بال راسي المستشار قرب يخرج. يلا يلا جمعوا راسكم. السلام عليكم. صالح انت الكلمه مكتوبه بحروف كبار ومشكله وهي كتغلط. دابا بغيت نسمع تترجع الكلمة يندمج. ويسي مصطفى. نعم. دابا هادشي اللي مكتوب هنا غيدار. اييه. هادشي ديال رجال الأخبار اللي مشاو فتحوا ما عندهم فلوس يداولهم فابور. اييه. حتى الدواء. كلشي. سير. وهاد العيالات هادو تا هما إلا مشات مسكينة تولد ولا شي حاجة يولدوها ويزروها ويخدموا لها تا الدري. اييه. هي نقول هادشي. شوف أنت مالك قولو. اش خاسر ولا جاب الله التيسير على يديك؟ ماشي مشكلة ينبدا. لا واحد أنت مالك؟ بلاتي تيجي الرئيس ها هو تيتصل تيجي الرئيس عاد بدا. ها هي راني جاي. عطاوني هاد الورقة هاد الشيء واش غيديروها بصح ولا كيتفلاو عليا؟ ترجل شوية عطي الهيبة لراسك. هي نقولها؟ يالو ما تقولها يلا. أنا مرة فين هي؟ فين صار الله اسمح لي. شكرا شكرا. سي صالح حنا ثقنا فيه لأن شفناه بأنه خاطر على المسؤولية. كما كنقولوا لحقاش شفنا فيه الرجل المناسب في المكان المناسب. السي صالح كيدافع على الضعيف كيعاون المحتاج، ولكن المهم في هادشي كامل هو انه ما كيشوفش مصلحته الشخصيه. داكشي باش الحزب ديالنا تاق فيه ومعول عليه باش ينفذ البرنامج ديالو في الدائره ديالكم. سي صالح تفضل صفقوا عليه. واحد واحد. شكرا. أيها المواطنون، أيها الحضور الكريم، مساء الخير. ما بقى والو على يوم التصويت وانتم عارفين بلي صوتكم أمانة وخاصكم تعطيه اللي يستحق والرجل المناسب في المكان المناسب. ولهذا اعطيو صوتكم للراجل اللي يستحق، والبرنامج اللي غنقدم لكم فيه جميع المقومات اللي غادي تخلي الدائره ديالنا تستافد من جميع الخدمات الضروريه في هذه الاثناء. وشكرا. واش ضيقتوا هاد الناس هادو من نيتكم؟ من نيتكم صالح غيدخل الانتخابات. انا عمري ما غنكذب عليكم، انا هنا باش نقول لكم الصراحه، حيت انا واحد منكم، واحد من الشعب. من نيتكم صالح غيدخل الانتخابات، وصالح طول عمره مسكين كيمشي عم جنب الحيط، ولكن هاد الناس هما اللي جابوني باش نكذب عليكم. باغيين يرشحوني، هاد الناس هما اللي لبسوني وقرفطوني وزوقوني باش نكذب عليكم. انا عمري ما كنشبع لهادو. شو كيديروا شو؟ دوك هربوا بحال الفيران نخافوا منكم. حتى حاجه اللي كاينه في الوراق ما تيقوا فيها. كلام الوراق ما غاتيقوش فيه، لا مشاريع لا كلمه. هاد الناس باغيين ياخذوا الخزانه، وباغيين يديروا فيها قاعة الافراح، باغيين يضحكوا عليكم في دار الشباب يديروها فوريان. هاد المشاريع ديال الوراق عمرها ما كاينه. هاد الناس كيكذبوا عليكم جايبيني انا نكذب عليكم. لاش وقفتوا؟ انا واحد منكم، انا عمري ما كذب عليكم، انا معاكم، انا عمري ما كذبت. انا صالح راجل حدودي كيمشي جنب الحيط. انا المقاطعه الا مشيت عندك ما كنتخلع منهم. بقاو معايا بقاو معايا بقاو معايا هجري، بقاو معايا بقاو معايا بقاو مع صالح، بقاو مع خوكم، بقاو مع خوكم. عمرو ما كيكذب عليكم، واش انا عمري كذبت؟ واش انا عمري تلقات عليا شي حاجه خايبه؟ هاد الناس اللي جابوني، ها اللي لبسوني وقرفطوني وزوقوني باش نكذب عليكم. هاد المرة الغلطة ديالك صالح، انت اللي قطعتي الورقة الغلط، وقطعتي الورقة اللي ما خصهاش تقطع. عجبتني، أول مرة كنحس براسي صالح ديال بصح. عرفتي ما خليت ما قلت لهم، كاع داكشي اللي كان في قلبي حطيته وبردت. حيت نسولك انت، واش انت في اي بلاصه كتدخل زعما ماشي غير الخزانه؟ ملي كتكون حاله الطوارئ وكيكون شي واحد عزيز فحالك كنبان ليه في اي بلاصه. ما كذبتي، غادي يبقى فيا الحال نهار غادي تمشي. عرفتي نهار دخلتي لي انت في حياتي بدلتي فيا صاحبي بزاف ديال الحوايج ما عمري باقي غادي نتركها وغتبقى فيا حتى عمرني ما غنساك. الصراحه غتقادى وغترجع كيف كنتي. ما يهمنيش، المهم جربتها وعجبتني. ما يهمنيش رجع صالح، اللي كيهمني هو اني ما نبقاش نشوفك. غتبقى ديما تشوفني وانا غنديرك في قلبي وفي عقلي، وغتلقاني ديما في قلبك وفي عقلك، وغنبقى نبان لك ديما بلا ما تشوفني. راضية؟ الله، تبدلتي عليا صالح، حشومة عليك عمري ما نسمح ليك. خليتيني تا النهار اللي بغيت انا نبان قدام الناس ولحست انا براجلي مسؤول. بهدلتيني، ولكن تبدلت ما حسنت. على الاقل قلت داكشي اللي في قلبي، ديما ساتر وديما خازن ومرضني. في اخبارك انا راه اول مره كنحس براسي صالح، وارتحيت تنفست. على مالي انا شنو قلت؟ انا قلت لهم الصراحه. ياك صافي دابا انت مرتاح، هذا هو المهم. الحاجه اللي ما كتعجبنيش فيك هي كديها في هضره الناس، ما كتفكريش في راحه رجلك. داير معاك مشكله كبيره، انا خزنت عليك واحد القضيه دي شي شهر، قلت والله حتى اليوم نقر لك. عقلي ديك الجمعيه اللي كنا كنتباشلو معاهم وكنطلعو وكنهبطو، اللي قلنا لو عطيونا بنيه ولا وليد نتبناهم. علاش جبت عليا دابا؟ جاوبوني وصيفطوا لي هادي. انت تبارك الله بحالك بحالها في الطايكه. شو تخينزيره شو تخينزيره انت؟ لا كتكذب عليا صالح، كتكذب عليا. شنو عمري كذبت عليك؟ ها المسؤوليه ديال بصح هي هادي. اما داكشي اللي كنهضروا فيه حنا راه هضره خاويه. واش بصح صالح؟ واش انا مولف كنتفلى عليك؟ شو كي دايره؟ شو الضحكه كي دايره؟ زوينه هادي بنتنا سميتها جنات، قلت لهم بلا ما تبدلوا لها السميه، السميه عجباتني وغتعجبك حتى انت. الضحك وحيد ان الدموع تي ديما الدموع الدموع ديما عندك المندبه. ما اليوم كاين غير النشاط والفرح، ما كاين لا دموع لا والو. دابا غتمشي تجيبي لنا العونيات نوضي لنا العافيه في الدار هادي. ياك حد قلتي انت ما كتبغيش النشاط؟ ما كنبغيش النشاط. انا من نهار جات عندي هاد البنيته دخلت في حياتي وليت باغي غير النشاط وباغي نفرح، ما باغي نتاف حتى حد. بغيت نقابلها. نمشيو دابا. يلا نمشيو نجيبوها. نمشيو نجيبوها؟ نمشيو نقولها لهم. أشي؟ ما والله تتنوضي، نوضي نقولها لهم. زنوبة خصها تقولها لبعثها. زنوبة! زيدي. ماشي مشكل تاتي فين غادا خارجة للبرانس. زنوبة! ولات عندي بنت.